بسم الله الرحمن الرحيم. تسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. كذلك ذي الحكم التي من أجلها وقعت هذه المعجزة العظيمة أيها الأحباب الكرام، ليطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى عجائب قدرة الله تبارك وتعالى، فقد رأى من آيات ربه الكبرى أيها الأحباب الكرام. بشد الطلع خل عظمة عن ربي سبحانه وتعالى، بشد الطلع خل قدر عن ربي سبحانه وتعالى، بشد يعني دق إيمانا إلى إيمانه أيها الأحباب الكرام، بشد يعني دق تثبيتا لفؤاده، تثبيتا لقلبه، إزرع عظائم أيها الأحباب الكرام، إزرع معجزات أيها الأحباب الكرام، انطلاقا من البراق، انطلاق ذي البراق، كرصورف إلى مد بصره، إلى منتهى بصره أيها الأحباب الكرام، معجزات إزرهن النبي صلى الله عليه وسلم، إزر الأنبياء، إزراء السماوات العلى وما خلق الله تبارك وتعالى فيها، إزر الملائكة أيها الأحباب الكرام، إزر جبريل على صورته الحقيقية، له 600 جناح يقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد بها الأفق، 600 جناح غا جبريل وانت ذيجن الملك، وها أيها الأحباب الكرام ملك غا 600 وفريون يبلع زي ستجنة قد سد بها الأفق، وانت ذيجن الجندي فقط من جنود الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إزر القدرة ذي العظمة أن رب سبحانه وتعالى يقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طائت أي ثقلت، تذكر السماء وحق لها أن تثقل، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، جنود الله أيها الأحباب الكرام. إن شو ليس مشان ما بعيض ظل إلا ذي نشان الملك، يا إما قائم يتعبد لله، يا إما راكع يتعبد لله، يا إما ساجد يتعبد لله تبارك وتعالى. بجدي السن العظمة ذو القدرة أن ربي سبحانه وتعالى يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ديك، ديك يعني غاس ملك في صورة ديك، عنقه منثنية تحت العرش وقدميه في الأرض السابعة. غزف أيها الأحباب الكرام العظمة للملك، إيري النس تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى من فوق 7 سماء، إذا النس وجيخ الأرض لا، إنما السماء ذي الأرض السابعة أيها الأحباب الكرام، ذي النجة نظنس سمن يقى الملك زقذ يخرق. رب سبحانه وتعالى يقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، يعظم الله تبارك وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى ما علم هذا من حلف بكاذبا، يقارس الملك قال عظم السور أيها الملك، وتيسين شيء الجن يتزجى رب سبحانه وتعالى خ الكذب يتزجى خي خارق عياذا بالله، قوى الله ولتوسن شن عظمة رب سبحانه وتعالى، ولتوسن شن قدرة رب سبحانه وتعالى، الملك زقي خرق وهو يقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، العظمة رب سبحانه وتعالى عظيمة أيها الأحباب الكرام. يقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، إن شيء رب سبحانه وتعالى الإذن أذن السور خجن الملك زقني غيك سن العرش أن رب سبحانه وتعالى يوم القيامة أذير 8 أيها الأحباب الكرام من حملة العرش، إجن الملك فقط يقخس النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 500 عام، جاء الشحمة للأذنة يتساء أرذى 500 سنة
أيها الأحباب الكرام، ما بين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 500 عام، وفي رواية 700 عام. أيها الأحباب الكرام، غزي السائر ذا ممش غير الضخامة الملكة. أيها الأحباب الكرام، ممش غير الضخامة الملائكة. يا أيها الأحباب الكرام، ممش غير العرشة إجاكسينت. أيها الأحباب الكرام، ومن باب أولى ممش غثير العظمة أن ربي سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، باش نسن العظمة أن ربي سبحانه وتعالى، لذلك توزي الحكم أن ربي سبحانه وتعالى ليطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظمته سبحانه ويدله على عجائب قدرته، ليزداد إيمانا إلى إيمانه ويزداد تثبيتا صلوات ربي وسلامه عليه. من عظمة الله تبارك وتعالى أن جهنم حينما تقول هل من مزيد، فيزيد الله تبارك وتعالى فيها من الأشقياء من عباده، فتقول هل من مزيد، فيزيد الله تبارك وتعالى فيها من الأشقياء من عباده، فتقول هل من مزيد، فيضع الله تبارك وتعالى قدمه فيها، يضع الله تبارك وتعالى قدمه التي تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يضع قدمه فتقول قط قط كفى يا رب، قط قط لعظمة الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب الكرام، باش تسلم وتجف عصم ليل نهار، ولا أنزه نفسي. أيها الأحباب الكرام، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، باش نسلخ نجر. أيها الأحباب الكرام، باش نسن العظمة رب سبحانه وتعالى، واخشى إلى صغار المعصية، إنما خزاء إلى عظمة من عصيت، غزغ العظمة نوني تعصير. أخي الحبيب أختي الفاضلة، استحضر عظمة الله جل وعلا وقدرة الله تبارك وتعالى، فتنتهي عما نهاك عنه سبحانه وتعالى.